المشاهدي ومتابعي في الميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. زي ما انتم شايفين النهارده في جنازه حاشت مسيره اليهود الكفار يا رب، مرحوم مرانا اليهود اللي حضرها الغالب، بقى لها يومين تقريبا عن الضهر فوقوا بيها النهارده. بص هنبدا يعني خلونا نتابعكم. زي ما انتم شايفين اهل البلد كلهم خارجين في الجنازه، كبير وصغير موجودين في قلب الجنازه، كبير وصغير ماشي، كل اللي على لسانهم عايزين حق رنا، عايزين حق رنا. اهل البلد كلهم ماشيين في الجنازه. يعني كل ما شاف جنازة رنا زي ما انتم شايفين متابعين ومتابعين الكروم، كل ما شاف جنازة رنا الكل بيقول عايزين حق رنا. كل اللي ماشي في جنازة رنا بيقول عايزين حق رنا. البلد كلها خرجت في جنازة رنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما انتم شايفين كل البلد حزينة على رنا.
I
وتابع على مركز الفرقة الهنية. أتمنى يعني تقييد الشباب القوي رجل عماد عبد العليم 17 سنة تتريح الدرس بطريقة مزلوين وتم العصر تبع الكرام الآن في تشيئة جسمان رمى عماد عبد العليم رحمة الله عليه 16 عاما حصلوا عليها جثة حامله بجوار المقابر حيث انها كانت متغيبه منذ يومين وبعد الحصول عليها جثة حامله الان في تشييع جثمان المسؤول الاخير رحمه الله عليها تلقت الاجهزه الامنيه بلاغا بورود زي ما انتم شايفين يا جماعه اهل البلد كلهم خرجوا يودعوا المرحوم مرانا انا لله وانا اليه راجعون انا بنت 17 عام اهل البلد كلهم بيطلبوا حق رنا ان شاء الله حق رنا راجع هنتابعكم بالتفاصيل وهنوعي فيكم بباقي الاخبار اليوم تابعوا في رعايه الله.